أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة بمواد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة. بالفعل بدأ العد التنازلي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، وكان دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أكد أن الوزارة أعلنت بشكل واضح أن الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 هيكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس. أيضا شدد الوزير على ضرورة الابتعاد عن الاجتهادات والإشاعات وتكرار الجدل، وأكد أيضا أن كل من يدعي معرفة موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة فهو مروج للإشاعات ولا توجد له أي مصداقية. أيضا في السياق ذاته أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، وأوضحت أن الامتحانات تبدأ يوم 20 أغسطس المقبل وتنتهي في 30 من نفس الشهر، ويكون الجدول كالتالي: السبت 20 أغسطس امتحان اللغة العربية وأيضا التربية الدينية، أما الأحد 21 أغسطس امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والاثنين 22 من أغسطس الجبر والهندسة الفراغية، أما الثلاثاء 23 من أغسطس الاقتصاد والإحصاء، أما الأربعاء 24 من أغسطس هيكون في الفيزياء والتاريخ، أما الخميس 25 من أغسطس هيكون في اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 27 من أغسطس هيكون امتحان الكيمياء والجغرافيا، أما الأحد 28 من أغسطس هيكون امتحان الديناميكا، والاثنين 29 من أغسطس امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية وأيضا علم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، وأخيرا الثلاثاء 30 من أغسطس امتحان في مواد الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا. أيضا قال دكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين إن نتيجة طلاب مدارس المتفوقين سوف يتم إعلانها في نفس مواعيد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وذلك في المدارس الحكومية والرسمية، وأن التصحيح يتم بشكل إلكتروني للطلاب، ويتم اتباع كافة وسائل الدقة والشفافية في أعمال التصحيح ورصد الدرجات. أيضا قال أنه بيتم تحقيق تكافؤ الفرص في جميع مراحل تقدير الدرجات، وذلك بالتأكيد حرصا على مصلحة الطلاب. أيضا حرصا من اليوم السابع على تقديم كل الخدمات لقرائه، هتنشر جريدة اليوم السابع نتيجة طلاب الثانوية العامة عام 2022 عقب اعتمادها رسميا من وزارة التربية والتعليم، ويستطيع الطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال استخدام رقم الجلوس، وبعد ظهور النتيجة بشكل رسمي واعتمادها تصل إليك النتيجة. خليني أستعرض مع حضراتكم في هذه التغطية خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال الخدمة التي تقدمها جريدة اليوم السابع للقراء. في البداية بالتأكيد هتقوم بفتح موقع اليوم السابع، ثم تذهب إلى أيقونة سجل بياناتك على اليوم السابع لتصلك نتيجة الثانوية العامة. بعد ذلك تقوم بتسجيل كل البيانات الخاصة بك، بداية من الاسم ورقم الجلوس، وأيضا تحديد الشعبة: علم علوم، علم رياضة، أدبي، وبالتأكيد أيضا اختيار المحافظة وتسجيل البريد الإلكتروني ورقم التليفون. وبعد الانتهاء من تسجيل كل هذه البيانات قم بالضغط على سجل الآن حتى تصلك نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها رسميا. بالتأكيد في نهاية هذه التغطية بنتمنى التوفيق والنجاح لكل أبنائنا الطلاب في الثانوية العامة. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.